إلى متى يكون دور الاتحاد برؤية واسعة وباستراتيجية عمل، أما تكون بعيدة المدى وأما تكون متوسطة المدى وأما تكون قريبة المدى وأما يكون لديها الرؤية الواضحة لاختيارات مدربين إن كانوا محليين أو كانوا على مستوى عالي، فحتى نقدر ننهض بالدوري العراقي بصورة عامة وأيضا في المنتخبات الوطنية. أنا أعتقد أننا نحن نعمل حاليا بدون منهجية، وإن صرفنا الأموال على استخدام مدربين أجانب، لأنه المنهجية يعني تستدعيك أنه تبني خطط خمسية أو عشرية لبناء أجيال قادمة، لصناعة أجيال رياضية قادمة من اللاعبين الموهوبين كمدارس تخصصية تعتني بالفئات العمرية، القاعدة تتسع عندك، الرياضة المدرسية أيضا يحتاج لها أنه عادة هيكلة من جديد، هذه كلها روافد تصب في مصلحة المنتخبات في المستقبل. للأسف الأخوة في الاتحاد ليس هناك منهجية للعمل هكذا أسلوب استخدام سبيل للمنتخبات الوطنية العليا لم لا يأتي فائدة طويلة الأمد خاصة بالمنتخبات الوطنية، ولذلك هناك قصور ذهني في التفكير في كيفية إعداد اللاعبين اللي ممكن كما ظهر منتخب المغرب أو المنتخب السعودي في البطولة أو المنتخب التونسي، ولذلك صرنا نبتعد يعني بالتنوع من هؤلاء المنتخبات لأنه ليس خطط معدة لبناء العقلية في العراق، وبالتالي عدم وجود دوريات مختلفة للفئات العمرية، عدم وجود تخصصيه في الفئات هي لبناء جديده من التربوي متميزين اضافه لكفاءاتهم المجهوده لانهم نجوم خدموا كره القدم ولديهم قاعده لا بد من استخدام اجهزه فنيه هي مشرفه تشرف على برامج تعد مسابقات تكون القطاعات المواهب الموجوده عندنا، لكن كثيرة ولكن نفتقر للتخطيط والدراسة واحتضان هذه المواهب بالطريقة الصحيحة لزيادة القاعدة اللي موجودة عندنا بالعراق. المواهب موجودة ولكن نعم. هناك قصور في التفكير، هناك قصور في العمل، وبالتالي ما أعتقد إحنا بالفترة القادمة راح ننافس دول المنطقة. نعم. فوقت علينا نعم. لأنه هناك خطط ممنهجة اعتمدها وزارة الشباب الرياضة واللجنة الأولمبية في دعم قطاع الشباب.